السلام عليكم. هذا دوار الخوارقه جماعات مايات يقليم قلعه السراغنه، لان هذا الشيء اللي كنعاودوا عليه الله يرحم لكم الوالدين بلا ما نبقاو نعاودوا نكرروا. راه حنا هذا الشيء ولي عقارب والسم ولا اله الا الله محمد رسول الله. الله يعمل الله يشوف فينا، حنا كنطلبوا الله المسؤولين وسيدنا الله ينصره. راه تم بينا وعطانا كل شيء العالم القروي، الا حنا في هذه القبيله بعيدين من المدينه بثلاثه كيلومتر ولا اله الا الله محمد رسول الله. هذا رئيس الجماعه راه ما دار معنا والو، راه عندي 13 طلب اللي دافعه العماله والجماعه كل الزناقي ما عندنا زناقي، والميت الا مات حق الله العظيم راه الناس اللي كيشوفوني وكيعرفوني راه صنادلهم كيخليهم في هذا الدوار، راه كيخرجوا بلا صنادل. هاد الجماعه تشوف من حالنا، وسيدنا راه عاطينا مهتم بينا وعاطينا الفلوس وخارجه الفلوس، وراه دروك حائن راه كاينه الفلوس ديال المبادره راه خارجه وحنا ما عطاوناش وشكرا. الطريق ما عندناش، طريق ما عندناش، طريق سيدي حكاية رئيس الجماعة كنمشيو عنده ما خلينا كاع المسؤولين جرينا عليهم، وكلشي كيقول لنا راه الطريق هي مبرمجة من 2013، الطريق ما تصاوباتش، الكميات ما كيدخلوش، إلا مات الميت ما عندناش منين نخرجوه، الوليدات كنديهم حتى المدرسة، المدرسة ما عندهاش تصور، ما عندناش التعليم الأولي، الأقسام القسم المشترك، يعني التحضيري والثاني، مزيد في قسم واحد واصلين حتى 50 تلميذ، التلميذ وصل حتى السادس ما كيعرفش يكتب حتى سميتو. احنا بغينا نعرفوا هاد الناس مسؤولين، الله يرحم الوالدين، سيدنا عطانا المبادره وكلشي اللي هي عندنا، حقنا احنا ما وصلناش، بغينا نعرفوا منين، بغينا نعرفوا حقنا منين، هاد الحق اللي هو تعطانا وحنا ما وصلناش، حنا بعد من البدينا عاد 3 كيلومتر، حتى السيتيرنا ديال تما ما عندناش منين تدخل، السيتيرنا كتجي كتوقف في الكودرون في واحد الدوره خطر كيوقعوا فيها الكسيد، كيخرجوا الوليدات الصغار كلشي كيوقف تما باش يسقيو، حتى من المقدم مانع السيتيرنا باش تدخل الدوار. بغينا نعرفوا الله يرحم الوالدين واش هاد الناس المسؤولين واش كيوصلهم هادشي، ولا حنا دايرين موصلين 13 طلب وحنا راه حتى حاجه ما وصلتنا، الله يرحم الوالدين، سيدنا الله ينصرو، راه اهتم بالعالم القروي ولي العالم القروي هاد الناس المسؤولين، راه حتى شي واحد ما دار لنا شي حاجه اللي توصلنا، الله يرحم الوالدين. كنبلغوا هاد الناس المسؤولين يشوفونا ويبروا من جهتنا ويشوفوا من حالنا، الله يرحم ليهم الوالدين، راه هذا هو اللي هو. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.